السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء وزوار قناة المستفيدون الأعزاء، نقدم لكم مواضيع حصرية مميزة بهدف التثقيف الصحي والمعرفة، وتهتم مواضيعنا بالأسرة والطفل، الأنظمة الغذائية، الرجيم، الحمل والولادة، الأعشاب الطبيعية، نصائح وإرشادات صحية، ثقافة عامة، موضوعات فنية وغيرها. نرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. حساسية الجلد، أسبابها وأعراضها وطريقة العلاج. كثير منا عندما يرى بعض الإحمرار على جلده فيطلق على ذلك حساسية الجلد. هناك أوجه كثيرة لهذه الحساسية، فبعضها مميت، وتأتي الحساسية غالبا بإحمرار وتورم خفيف في بعض أجزاء الجلد أو قشور لطبقات الجلد الخارجية، وغالبا ما تزول خلال 24 ساعة. وقد تكون الحساسية شديدة لدرجة ظهور أعراض عامة، مثل صعوبة في التنفس أو اختناق مع انخفاض ضغط الدم بصورة شديدة، وانقباض القصبة الهوائية، وتورم عام في الجسم كله. أسباب حساسية الجلد: 1- لسعات النحل أو الحساسية تجاه الأدوية مثل البنسلين أو الأسبرين وأوساط الأشعة ومكونات الدم، وحساسية الطعام مثل الأسماك أو البندق. 2- بعض العوامل المادية مثل الضغط أو الاهتزاز أو البرودات الشديدة أو البنزين. 3- العدوى من شخص لآخر. 4- سبب وراثي سببه نقص إنزيم. 5- سبب مناعي. كيفية التعامل مع حساسية الجلد: إذا كانت الحساسية شديدة لدرجة تأثيرها على التنفس، يجب أولا استلقاء المصاب على الأرض، ثانيا الاطمئنان على مجرى الهواء وإعطاء أكسجين حتى الوصول إلى المشفى، ثالثا في المشفى يجب إعطاء الأدرينالين وقد يكرر كل 5 دقائق، خامسا إعطاء محاليل وريدية بأسرع وقت ممكن، سادسا إعطاء كورتيزون ومضادات الهستامين. إذا كانت الحساسية بسيطة وتؤثر على منطقة بسيطة في الجلد، فيجب عمل دهان للمنطقة بكورتيزون موضعي 3 مرات يومية لمدة أسبوع، وثانيا إعطاء مضاد الهستامين وكورتيزون بالفم لمدة أيام. كيفية الوقاية من حساسية الجلد: 1- عمل اختبار حساسية للأدوية المسببة للحساسية. 2- تجنب الأطعمة التي تسبب تهيج لجلد الإنسان. 3- عند الشعور ببداية الأعراض لا تتردد في العلاج قبل تفاقم الأمراض.